السلام عليكم كبيدات، شخبركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وما يخطاكم حتى خير. فيديو جديد دائما كما عودتكم، دائما مع الحصيره ومع الراندا وعشاق الراندا. كما كتشوفوا كل اول فيديو كنحب نشارك معكم الطرديات ديال الكليانات قبل ما ندير لهم لومبالاج. وكانت هذا الفيديو هذا كامل فيه الطلبيات ديال الكليان، غادي نشاركهم معكم وتشوفوا الخدمه عن قرب في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للناس الحجاج ديالنا، حتى هما عندهم البيسات اللي عندهم شي مشي على غفله، اولا سفريه جاتهم على غفله، اولا حجه على غفله. انا راه اشاره جايه من المتابعين، كاين موديلات اللي غادي نقدم لكم منهم بعد الموديلات وتشوفوهم ونتمنى يعجبوكم. بالنسبه لهذه الطلبيه هذه ديال السيده من الدار البيضاء اللي كنوجهلها تحيه كبيره، كما كتشوفوا الخدمه ديال القلب، خدمه ديال الخاطره البنات. الخدمه اللي في الكميمات جوج دقات بالدريس ديال على واحد ديال البريبه مسنن، وكيف كما كتشوفوا الحصيره حتى هي على جوج دقات بالحبه هابطه، وعندها القميص ديالها مخدوم حتى هو بالراندا، حتى هو على الخدمه ديال الراندا على جوج شعرات. والخدمه ديال الفينيسيو كما عودتكم دائما في القب، وكذلك في الدوره ديال القب. شوفوا التنبال كيفاش دايره ديال القب، ما كيبانش، والجوج دقات اللي كتكون دائما دايره في القبيبات ديال الجلابه. خدمه دياريه وخدمه ديال الخاطر بالقميص بالعقيدات كما كتشوفهم حسب الطلب اللي طلباته الكليانه. وكنقول لك بالصحه والراحه، هاد اللبسه جات رائعه وجات هماويه وجات انيقه في نفس الوقت. كانوا عندها جلباس ديال العمره وهذه الثالثه عاد وجدت ليها. كنقول لك بالصحه والراحه الحبيبه ديالي، يدخل عليك بالصحه والتيسير. اللي يحب شي حاجه يدخل عندي الواتساب، ما عليه الا يسكرين الموديل ويدخل عندي الواتساب يخلي لي ميساج، انا كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم رغم انني الضغط ديال العمل، ولكن ما تنبخلش عليكم الاجابه. كل شيء كنجاوب عليه، غير خليوا لي ميساج او اوديو معاه الصوره ديال الموديل اللي عجبكم. وكنديروا مليحه في الطعام في كل طلبيه، لا في المغرب ولا خارج المغرب. كما كتشوفوا كل طلبيه كنديروا فيها مليحه في الطعام باش نحليو وتمشي وتوليو لعندنا ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى تدخل عليك هاد الجلبه بالصحه والراحه الحبيبه ديالي كليانتي، والله يكبر بيك. جات رائعه كما كتشوفوها على المانكا، اللبسه ديالها كتجي الخدمه بحال هذا الشكل هكا، كتجي انيقه وكتجي رائعه. ضربوا لي على القضيب اللي مخدوم بجوج دقات كيفاش كيطلع الخدمه ديالو، خدمه ديال الخاطر وخدمه ديال القلب. كنقول لكم اللي عجبو شي حاجه دائما يدخل عندي الواتساب، انا راه الاشاره جميع المتابعين ديالي العزاز. وكنتمنى يعجبكم هاد الموديلات وينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهذا الموديل هذا ديال السيده من الدار البيضاء، حتى هي عندها الخدمه كلها بالتوبلولان، الخدمه ديال الجلابه توبلولان والقميص كذلك بالخيط. والخدمه جات رائعه، الخدمه حتى هي الحصيره على جوج دقات بهذا الشكل هذا، وعندها الطرز الرباطي ديال اليد اللي كان على وجه الحصيره كما كتشوفوا. والخدمه ديال الكميمات حتى هي بجوج دقات كيف ما عودتكم، الخدمه دياريه، خدمه ديال الخاطر كما كتشوفوا. التوب ديال اللولان كاينه منهم هادو جليلبات اللي عنده جاتهم شي على غفله الديار المقدسه، راه كاينه جليلبات من هاد التوب هذا ديال اللولان بالقميص ديال الخيط، خدمه ديال الخاطر والتوب ديال القلب. بالنسبه للناس اللي ما كيحبوش الكريب اولا كيزمت عليهم اولا هذا، المهم كاينه جليلبات ديال الخيط. اللي يحب شي حاجه يدخل عندي الواتساب، انا راه الاشاره جايه من المتابعين ديالي. الخدمه كما كتشوفوها الخدمه ديال هي خدمه ديال القلب، الفينيسيو بلا ما نتكلموا عليه، الخدمه ديال الخاطر كما كتشوفوا. الخدمه جات رائعه في هذه الجليلبه هذه مع التوبلولان اللي كان اقتراح السيده، حبت دير اللولان ديال الخيط باش يشرب ليها العرق في الديار المقدسه. الله يديك على خير ويجيبكم على خير كاملين جميع المتابعين ديالي اللي اتجهوا الاتجاه ديال الديار المقدسه. كنقول لهم الله يديكم على خير ويجيبكم على خير وطريق سلامه، وادعيوا معنا بالصحيحه والتيسير، نزيدوا نكملوا معكم المشوار ديال الصناعه التقليديه اللي ما تنبخلوش عليكم بالجديد دائما. والزي المغربي لا يعلى عليه. كما كتشوفوا الخدمه ديال الخاطر في هذه الجلابه هذه، وجات بالقميص ديالها ديال الخيط هو بالدريس ديال البريوه، كتجي على هذا الشكل هذا في المانكا كما كتشوفوها. الخدمه كتجي رائعه، التوب حتى هو عطى الدور ديالو في هذه الجلابه هذه اللي جات رائعه. نتمنى تجي على قياسك وتعجبك وتنال الاعجاب ديالك بهذا الشكل هذا ديال هذه الخدمه هذه، وتمشي على خير وتجي على خير.
وكاينه جلابات اخرين اللي غنتقاسمهم معكم، بحال هاد الجلابه هذه ديال السيده من الرباط اللي كانوا جلا، تحيه كبيره وتحيه بالناس ديال الرباط. بغات هاد الجلابه هذه اللي بغات بالقميص بالطرز الرباطي ديال الماكينه والعقيدات بلديه اللي كانوا في الوسط ديال الراندا. الخدمه على جوج شعرات دائما كما عودتكم، الخدمه دياريه، الخدمه ديال الخاطر، حتى هي عندها حجه. وكنقول لك الله يديك على خير ويجيبك على خير، تكوني في احسن الاحوال يا ربي. نتمنى يعجبك هاد الموديلات ديال هاد الجلابه اللي اقترحتيها وبغيتيها بهذا الستيل هذا. ضربوا لي على الكميمات، العرض ديال الكميمات كيف ما كتشوفوهم، ما كنعقش على العرض ديال الكميمات. جميع المتابعين ديالي يعني راه عندي من 20 سنتيم في العرض حتى الاكثر، حتى 25 سنتيم في العرض بعد الجلابه، يعني باش كتجي هماويه وكتجي رائعه وكتجي انيقه في العرض ديال الكميمات. شوفوا العرض كيفاش داير، شوفوا الخريمه كيفاش دايره، وشوفوا البريوه كيما مسنين في الراندا. كنقلب لكم باش تكتشفوا جميع التفاصيل ديال الراندا وتشوفوا الخدمه كيفاش دايره، خدمه دياريه، خدمه ديال الخاطر. عشاق الراندا اللي كتكون على الحق والطريق اللي كتحمر الوجه كتجي على هذا الشكل هذا. كنقول لك حبيبه ديالي بالصحه والراحه، نتمنى تدخل عليك هاد الجلابه هادي بالصحه والتيسير وتمشي على خير وتجي على خير. جميع المتابعين ديالي كاملين يا ربي الله يوصلكم على خير، ودعواتنا دعوا معنا الله يعطيكم الخير بالصحه والتيسير، وكنربحوا معكم اجر كبير تاهما، وكنحب نخدموهم بالحب ديالنا كما كتشوفوا. شوفوا القفه كيفاش داير، شوفوا لا فينيسيون، كنوريكم يعني التفاصيل ديال الجلابه باش تشوفوا الخدمه دياريه، وما تنبخلش نهائيا على الكليان ديالي. انا نقلب لكم حتى القفه ديال الستر باش تشوفوا القفه كيفاش داير والخدمه كيفاش دايره، باش تكتشفوا ان الراندا راه فيها وفيها ماشي كلشي كيخدمها بهذا الاتقان وبهذا الجوده وبهذا الحب ديال الخدمه ديالها. كما كتشوفوا الخدمه دياريه، انا نقلب لكم تشوفوا القفه كيفاش داير، القفه ديالها قفه نقي وما فيه حتى شي حاجه، خدمه ديال الخاطر. كنتمنى تعجبكم هاد الخدمه وتشوفوا الفينيسيو ديالها، نقيه كيف الوجه كيف القفه، يعني الصوره كتبين لكم الحقيقه ديال الراندا اللي كنكتشفها معكم وسر الخدمه ديالي اللي ما تنبخلهاش عليكم المتابعين ديالي. وكنتمنى يعجبكم هاد الموديلات وينالوا الاعجاب ديالكم، واللي يحب شي حاجه يدخل عندي الواتساب، وما تنساوش اللايك يا البنات باش ترفعوا الفيديو وترفعوا الزي المغربي التقليدي ديالكم. وتنقول لكم الى اللقاء وفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله، مع السلامه. مبروك عواشركم دائما، ندخل عليكم الصحه والتيسير، وباش ما تمنيتي يا ربي. ودعوتنا للناس ديال الحج الله يديكم على خير ويجيبكم على خير وليداتكم، والى اللقاء.